بكم في مؤتمرنا الطارئ هذا اليوم والذي خصص لزيارة التهيؤ والاستعدادات لزيارة قداسة البابا الفاتيكان. مثل ما تعرفون إخوان، الحدث الأبرز في العراق على مستوى العراق بصورة عامة هو حدث زيارة قداسة البابا إلى العراق وعدد من المحافظات ومنها محافظة نينوى. بالتأكيد الزيارة لها تأثير إيجابي ومردود إيجابي على العراق بصورة عامة ومحافظة نينوى بصورة خاصة. بالتأكيد هاي الشخصية الدينية المرموقة الموجودة في العالم عندما تحضر العراق ومحافظاته ومن ضمنها محافظة نينوى فهو رصيد كبير لأهالي هذا البلد وأهالي هذه المحافظة. كلمة البابا تعني السلام، تعني المحبة، تعني الوئام، تعني الأخوة. كلفت قيادة شرطة محافظة نينوى بتأمين الزيارة في محافظة نينوى ابتداء من سيطرة الشهيد سبهان مرورا بقضاء الحمدانية وكذلك الجانب الأيسر والأيمن، حيث سيقوم قداس في منطقة كنيسة حوش البيعة الكائنة في سوق الشعارين. إخواني الأعزاء، هناك استعدادات تجري على قدم وساق من قبل قيادة عمليات نينوى ومن قبل المراجع في بغداد وآخرها وصول الفوج الرابع لواء 57 الخاص بعد ساعات جزء من القوة إلى محافظة نينوى في منطقة الحدث. سنفرض حظر تجوال شامل إلى نهاية الزيارة. تمنع كافة الاستثناءات الموجودة من المسؤولين كافة في محافظة نينوى مهما كان نوعها وحجمها باستثناء جماعة الجسر الثالث. تمنع كافة الاستثناءات، منتسبين، ضباط، عسكريين، دوائر حكومية، مدنية، أهلية، تمنع منعاً باتاً. والحالات الطائرة تنادون على الحركات وتأخذون الأوامر من الحركات.